ملتقى الجودة للتميز والاعتماد المدرسي تحت إشراف مكتب التعليم بالروابي جاء لنشر ثقافة الجودة والتميز والاعتماد المدرسي في الميدان التربوي. أي قائد مدرسة له المجال مفتوح في اختيار أي تطبيق من هذه التطبيقات. البعض يفضل الأيزو ويعمل على معايير الأيزو ويحققها، وبالتالي إذا حقق هذه المعايير فهو حقق الجودة. الوزارة عملت وتعمل حاليا على وضع معايير خاصة بوزارة التعليم. أهم هذه التطبيقات هو ما يقوم فيه مدير المدرسة مما يسمى بالتقويم الذاتي. في بعض المدارس طبعا طبقنا جودة تطبيق فعلي، والبعض طبقنا بعض مجالاتها فقط. هنالك من المدارس ما قد والحمد لله وصلنا إلى مراحل متقدمة في التطبيق، وما زلنا نأمل الأحسن بإذن الله، لأن الجودة كما تعلم تحسين مستمر، ما تقف عند هدف معين أو حد معين. شارك في الملتقى مجموعة من القيادات التعليمية ومشرفي إدارة الجودة الشاملة وقادة المدارس ومنسقي الجودة ومجموعة من المعلمين والمشرفين. المنهجية هذه قائمة على عدة خطوات، أربع خطوات، ابتدأت من التهيئة، تهيئة الدرس، ثم التدريس، وكذلك التقييم، وبعد التقييم يأتي التطوير اللي هو ما بعده الدرس. لا يخفى عليك وسائل التواصل الآن والطلاب فيهم يبغى الشيء المحسوس، ما يبغى شيء مجرد تجريد كامل، فلما تجي تتكلم معه ساعة كاملة ما راح يستفيد منك أي شيء، أو نسبة الاستفادة تكون قليلة جدا. أما عن طريق فيديو تعليمي مدة 7 دقائق هي كافية عن ساعة كاملة. تلك الملتقيات وسيلة للبحث عن المعايير التي من خلال تحقيقها تصل بالمؤسسات التعليمية لمستوى مرموق يحقق الأهداف. لقناة عين بدر الدوسري، الرياض.